ايه اللي بيميز البيتزاية بتاعتنا كمان؟ الصلصة بتاعت البيتزا. ناس كتير قوي بتستسهل تجيب لك معلقتين الصلصة تحط عليهم شوية زيت وتوابل وأعشاب ودهنة. لا، أنا عايزة أكل صلصة تمام، والصلصة التمام زي ما بناكلها من بره وأحلى كمان بيبقى مكوناتها إيه؟ صلصة طماطم مسلوقة ومتقشرة ومتكسرة. يعني إيه متكسرة؟ يعني مش مضروبة جامد قوي في الخلاط، عايزاها بالسمك ده كده. بصوا متكسرة لكن مش مضروبة مش معصورة، أنا عايزاها بالشكل ده. ومعاها زعتر ومعاها توم فلفل حامي لو أنت بتحبيه، زيت سندباد، وعشان أتقل الصلصة وأديها مزازة شوية بحط لها معلقتين صلصة طماطم من اللي هي البوريه الجاهزة. تمام كده؟ يبقى صلصة الطماطم الأصلية بتاعت البيتزا بنعملها إزاي؟ صلصة طماطم أو طماطم أهي مسلوقة ومتقشرة ومتكسرة، ما تبقاش مضروبه جامد عشان ما تبقاش عامله زي العصير، لا انا عايزاها تبقى فيها كتل شويه كده. ومستخدمه معاها زعتر وتوم وفلفل حامي، لو مش عايزه فلفل حامي ما تحطيش، ومستخدمه معاها عشان تديها مزازه شويه معلقتين او ثلاثه صلصه طماطم. حطيت على النار زيت سندبيت وهاجي اعمل كده. بالشكل ده. توابلنا ايه؟ كل اللي هحتاجه ملح وفلفل اسود، مش عايزه اكتر من كده. مش بكتر التوابل ومش بكتر المكونات، اهم حاجه ان كل مكون بحطه يديني النتيجه اللي انا عايزاها. ادي التومه يا دوب تصفر مش عايزاها تتحمر، واروح نازله بالفلفل الحامي، ممكن نستغنى عنه ما نحطهوش ما فيهاش اي مشكله. صلصه الطماطم حوالي معلقتين كبار عشان تدينا بس لون اغمق وتدينا مزازه شويه. عايزه تحطي شويه كاتشب ما فيهاش اي مشكله، عايزه تحطي سنه خل برده ما فيهاش اي مشكله، كل ده شغال معانا ومش هيقول لنا لا. شويه زعتر ادي الملح والفلفل الاسود. ملح وفلفل بس، مش عايزه اكتر من كده، انا مش عايزه اضيع طعم الحاجه اللي انا حطاها اللي هي التوم والزعتر والفلفل وصلصه الطماطم. ولسه كمان عفوا ولسه كمان لما ننزل بالصلصه شوفوا شكلها هيبقى عامل ازاي، ريحتها هايله. مجرد ما بدات ان هي كده ابدا انزل عليها بالطماطم. بسم الله. بصوا عاملة ازاي، نسيبها تاخد غلوتين وخلاص على كده، واظبط الملح بتاعها بقى عندي احلى صلصة بيتزا ممكن تجربوها في حياتكم. اصبح على ام رحمة واقولها صباح الهنا. للاسف حاولي تكلمينا مرة تانية، بس هغطيها عشان ما ترطش علينا وتبهدل لنا الدنيا.